بسم الله الرحمن الرحيم. يعني زي ما شفنا النهاردة في العرض اللي عرضته أو العرض دولة الرئيس على علينا كلنا عشان يأكد الجهد والفكر اللي احنا شغالين بيه واللي بنحقق بيه بفضل الله سبحانه وتعالى كل يوم تقدم. أنا مش هطول كتير عشان ما يعني ندي فرصة لبقية الإجراءات اللي هتتعمل النهاردة، لكن أنا بودي أقول إيه، هنحبدأ بالآخر كلمة أو آخر مشروع الدكتور مصطفى اتكلم عليه اللي هو مشروع 1500 قرية اللي هم في المرحلة الأولى اللي احنا بنتكلم عليهم. طيب احنا بنتكلم على ان هندخل على مراكز كاملة بالقرى اللي موجودة فيها بتوابعها عشان لما نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى ما يبقاش فيها حاجة ناقصة خلاص. وبالتالي هو مش بس هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء لا، انا متهيئ ان احنا محتاجين نحشد كل طاقتنا. يعني مش بس المجتمع المدني والحكومة، لا، شعبنا. القرى اللي احنا هننزل فيها ديت احنا هننزل يعني ان شاء الله ندخل فيها ونخرج زي ما بقول كده، وهي هتبقى شكل تاني خالص. يعني بنتكلم في صرف صحي بشكل كامل، ايوه. طب بنتكلم في شبكة طرق معاها، ايوه، مع الوضع في الاعتبار ان احنا لما قلنا الحوار المجتمع دكتور مصطفى قالوا ايه، يعني مش كل حتة تسفلتوها عشان ولا انا مش واخد بالي، مش كده، عشان موضوع الدواب لما تمشي ولا حاجة ما تتكسرش، لكن احنا بقدر الامكان وطبقا لكمان لمطالب الناس هيبقى على الاقل المحاور اللي بتصل القرى ببعضها او المحاور الرئيسية اللي داخل القرى هنعملها، هنسفلتها ان شاء الله. طيب يبقى الكهرباء، الصرف الصحي، الصرف، المية، الشرب، بنتكلم على كل المنشآت الحكومية اللي موجودة داخل المركز ده بيتم رفع كفائتها، سواء مدرسة سواء كان مستشفى او كلام من هذا القبيل، مع بقية الخدمات الاخرى. هل ده بيوفر فرص عمل للمقاولين المحليين؟ طبعا، يعني المقاولين المحليين الموجودين داخل المركز ده عندهم فرصة ان هم يشاركوا معانا ويشتغلوا معانا في المشاريع ديت، مفيش كلام. هل النهاردة الصناعة المحلية زي ما الدكتور مصطفى اتكلم فيها، وده امر احنا حاطينه في الاعتبار في اطار يعني ان احنا بنشجع بنحسن بننشط الاقتصاد المصري في ظل ظروف كورونا، بنقول طيب الناس اللي هي بتنتج النهاردة استاك الكهرباء على سبيل المثال، احنا هنتعاقد معاك، مش كده يا دكتور مصطفى؟ كابلات الكهرباء على سبيل المثال، محولات الكهرباء على سبيل المثال، كل ما يمكن انتاجه يا دكتور شاكر، مش كده اتفقنا؟ اتفضل استريح. ان احنا قلنا ان احنا من دلوقتي احنا عرفنا تقريبا حجم الطلب اللي احنا هنتقدم بيه للمصانع ديت، وبالتالي هنجيب المصانع ديت نتكلم معاها، تعالوا احنا بنتكلم في مشروع في كل قطاع هيتكلف مليارات الجنيهات، واحنا عايزين نتعاقد معاكم بشكل، مش كده يا دكتور مصطفى؟ احنا متفقين. طيب ان احنا هنتعامل معهم بشكل مركزي، الحكومة اللي هتتعاقد بشكل مركزي او بشراء موحد للمطالب والمستلزمات الخاصة برفع كفاءة هذه القرى واللي احنا بنتكلم عليها، وهندفع مقدمات كويسة. المقدمات الكويسة دي هدفها حاجتين، جديتنا كحكومة في ان احنا ننفذ المشروع، ثم كمان ندي فرصة للشركات والمصانع ديت ان هي لو عايزة تطور خطوط انتاجها او تزود طاقتها تقدر تعمل ده بضخ اموال مباشرة. انا عندي معاك عقد بخمسة ستة مليار جنيه لكابلات كهرباء ومحولات، خد 500 مليون، خد مليار جنيه، اتفضل حسن بقى من قدراتك كمان، وطور من قدرات المصنع بتاعك في هذا الانتاج، وتبقى مستعد انك انت تدينا هذا الامر خلال سنة اتنين تلاتة اللي احنا شغالين فيه في المشاريع.
نفس الكلام ينطبق على اي حاجة تانية. لو كلمت على محطات زي ما الدكتور مصطفى كده بيتكلم ان اكبر رقم هنتكلفه في هذا الموضوع هو الصرف الصحي. ليه؟ مش هو مش على قد خطوط الصرف اللي احنا بنعملها لجوه القرى، لا، هي محطات المعالجة اللي هتاخد هذا الصرف وتجمعه ثم تعالجه وتطلعه، يعني محطات معالجة تاخده معالجة ثنائية أو ثلاثية طبقا للموقف اللي احنا محتاجينه. ولا يمكن ولا يمكن ان يبقى في صرف أبدا بعد كده، أنا آسف يعني، يلقى أبدا في الترع، لا لا لا، ولا في المصارف. ده كلام احنا إن شاء الله إن شاء الله هندخل الريف في خلال الثلاث سنين دول ونخرج منه حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص، مصر تانية. وإحنا يعني زي ما بيتقال يا جماعة إحنا بنخطط لعملنا وماشيين بتدرج متوازن جدا. مثال يعني مثلا إحنا أول مشكلة كانت بتقابل الناس وبتقلق حياتهم كان قطاع الكهرباء أو الطاقة. هل النهاردة كنا ممكن إن إحنا نبتدي نتحرك في قطاع ومع القطاعات البنية الأساسية فيها خلل؟ ما كانش ممكن، كان لابد إن إحنا نشتغل بخطة متوازنة. مش هنسيب قطاع نهمله أو نغفله، لا، هنشتغل لكن هنروح مركزين في قطاع نخلصه. فجينا أي قطاع من اللي بتكلم عليه هتجد إن الرقم بيتعدى التريليون، 1000 مليار. يعني ما اتكلم على قطاع الكهرباء عشان ترفع كفاءته، احنا كنا عندنا مشكلة في كل قطاعاتنا بمنتهى التواضع كده، يعني بدون إساءة لأي حد، كان عندنا مشكلة في مصر، والناس كلها قالت مش ممكن حد يقدر، مش كده يا دكتور؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى عنا وبيكوا يا مصريين عملتوا وبنعمل، مش بينا احنا، مش بحكومة بس، اللي بيشتغل في مصر، لو اللي بيتعمل في مصر ده بشركات مش مصرية، صدقوني الرقم قد الأرقام دي 10 مرات. الجنيه دولار، الجنيه يا دكتور دولار، يعني هقول المشروع ده يكلف 1 مليار جنيه، صدقوني لو بنشتغل بشركات مش مصرية هيبقى 1 مليار دولار، وده فضل كبير من ربنا علينا، وده فضل كبير من ربنا علينا. أرجع تاني أقول إيه؟ إن إحنا ما سبناش قطعة إلا ما اشتغلنا فيه، وكان الشغل فيه ملح ومهم. ما كناش نقدر أبدا في 2015 و16 إن الكهرباء تفضل على الواقع اللي كان موجود فيه في 2014. ده كانت المصانع بتقفل، وكانت الناس بتقول إحنا بنرمي الأكل في الثلاجات، والمستشفيات بتقول حضانات الأطفال الولاد في خطورة على حياته. دي دولة؟ لا لا طبعا. لكن النهاردة احنا بنكلمش كده خالص، ده احنا عندنا كهرباء زيادة نقدر ندي للدول الجوار، يعني في إطار التكامل بيننا وبين بعضنا البعض. خلصنا قطاع الطاقة، طاقة يعني كهرباء ويعني غاز، ما الحمد لله ما عندناش مشكلة خالص. وبالتالي ابتدينا بقى نحسن في القطاع، يعني الأول تجاوزنا المشكلة، مش كده دكتور شاكر؟ تجاوزنا المشكلة وبعدين بقى بنحسن في القطاع، نخش بقى في محطات التحكم الإلكترونية، ونخش بقى في الشبكة الذكية جدا، مش كده ولا أنا مش واخد بالي؟ يبقى خلاص دخلنا العالمية. احنا ما بنبيعش الوهم للناس أبدا، الوهم ده ما نعرفوش، لأن احنا بنحاول نبقى صادقين مع نفسنا ومعاكم. بعد ما حلينا المسألة نطور ونحسن، إنما الرقم الكبير اتبذل فين؟ في تجاوز المشكلة. الرقم الكبير في تجاوز المشكلة. نفس الكلام لما نيجي على قطاع زي السكة الحديد، أنا بشوف النقاش اللي بيتم، والنقاش بجميع الأحوال مقبول ونحترم ونقدره، لكن أنا بضيف عليه قطاع السكة الحديد، إحنا بنقول رقم يتحفظ، رقم يتحفظ 10,000 كيلو، هم 9.5 مش كده كامل، خليهم 10 يتحفظ. طب هو كان القطاع ده عمل ازاي؟ زي بقيه القطاعات اللي كان احنا بنقول عليها عندنا مشكله فيها. طب احنا سبناه؟ لا،
احنا بنعمل رفع كفاءه للسكه، ميكنه او كهرباء للسكه زي ما بيقولوا، رفع كفاءه المحطات اللي هي المنشات المدنيه يعني، او ان شئتوا ان انتوا تسموها كده، ثم المعدات بقى. المعدات دي عباره عن الجرارات وعربات القطر. وكان كلامي مع كامل الوزير في 6 السنه دي ان لن يكون هناك قطار قديم على السكه، ولكن طبعا ظروف يعني كورونا وكده، فالكلام ده هيتاجل، وارجو ان انتوا تقبلوا مني ده لنهايه السنه دي، يعني اخر 21، مش كده كامل ولا ايه؟ ها، مش هتلاقوا عربيه، يبقوا حاسبونا على كده، عربيه واحده على السكه او جرار. قول يا كامل. ان شاء الله يا فندم باذن الله ديسمبر 21 مش هيكون عندنا عربيه قديمه على خطوط السكه الحديديه اللي هم ال 10000 كيلو، بالاضافه اللي احنا بنعمله الزواج ونطوره كمان. بس ده اللي انا عايز اقوله. اتفضل يا كامل. ده رقم كبير اتحط عشان نعمل ده، عشان نجيب 100 جرار جداد، ونجيب 1500 عربيه قطر جداد، ونعمل 5 اطارات جداد من اسبانيا، وكلام تاني كتير، عشان نوصل ان احنا في الاخر ونجدد العربيات القديمه. لكن الاساس ان احنا عندنا هدف ان قطاع السكه الحديد كقطاع نقل يساهم في حركه ونقل الانسان والبضائع يكون بشكل كامل في نهايه السنه دي ان شاء الله. نهايه السنه دي مفيش عربيه قديمه، مفيش جرار قديم، السكة كلها تم رفع كفاءتها بأمكن، هيبقى الكهرباء شغالين فيها، يمكن تطول شوية معانا، لكن ده اللي احنا بنشتغل عليه، بما فيه طبعا زي ما قلت كده المحطات نفسها اللي احنا بنركب منها وبنتحرك من خلالها. طيب يا جماعة، انا كنت بس ما حبيتش ان انا اقطع دولة الرئيس وهو بيتكلم، وجاب خريطة فيها البحر الاحمر وفيها البحر المتوسط، وجاب مواني هنا وجاب مواني هنا. طيب هو احنا فاكرين ان الواقع بتاعنا اللي كان موجود بال 10000 كيلو هو الافضل؟ طب احنا قعدنا قد ايه بالشبكه ديت اللي اتعملت في ظروف وحجم من السكان وحجم من التجاره وحجم من الانتاج من 80 سنه كامل؟ مش كده؟ اي فن يعني يقول 80 سنه عشان نستحفظ برضه، يعني من 80 سنه احنا ما عملناش، ما اضفناش حاجه. فنيجي نبدا بقى نعمل، احنا بنوصل زي ما اتفقنا ان احنا نحل المشكله، يبقى وصلنا الخط، ثم من الخط ده نندفع الى بقى التطوير. التطوير ده مش مبني على ان انا هوى حد، يعني مش بالمزاج، لا، ده التطوير ده علم ودراسة وأهداف ومبررات حقيقية للموضوع. فكنت أنا بس حاول إيه يا جماعة السخنة، إن تختزلوا الموضوع أو نختزل الموضوع كلنا على إن هو إن إحنا عاصمة، لا لا لا، ده إحنا بنتكلم نقل من مينا السخنة لمينا مواني اسكندرية ومينا جرجوب عند قبل براني او قبل السلوم ب 200 وشويه. محمد غرب مطروح ب 40 كيلو فندم. أه؟ غرب مطروح ب 40 كيلو، مش كده؟ أيوه. يعني بيني وبين خط الحدود مع اخواننا في ليبيا اللي هو مينا جرجوب اللي بنتكلم عليه، احنا هنسميه اسم تاني برضه عشان ما يبقاش، هنسميه اسم تاني. المهم لغايه المينا ده احنا بنتكلم على قد ايه؟ من سخنه للعالمين، يعني من سخنه للعاصمة الإدارية الجديدة لستة أكتوبر، ثم المدن الأخرى، ثم اسكندرية، ثم العالمين، ثم مطروح وجرجوب. مطروح. طب احنا ما كنا بنتكلم قبل كده بنقول ان احنا يعني مصريين عايشين على 4% و5%. طب وانتوا فاكرين لما نيجي نتغير وعايزين نوصل لسبعة وثمانية وتسعة واكتر من كده في المية، هو كلام بنقوله بالبق ولا كلام هيتنفذ على الارض؟ لا، ده كلام هيتنفذ على الارض، ولما هيتنفذ على الارض انتوا هتشوفوه، ولما تشوفوه تقولوا قد نقدر نشرحه لو يعني الاعلام بيتحرك معانا واحنا بنقدر نشرحه بشكل كويس،
او ان يعني الناس تبقى مقدره ان واثقه فينا ان احنا نقدر نفكر ونخطط وننفذ تخطيطنا بشكل كويس. طب في قطر تاني؟ بنتكلم من اكتوبر لغايه اسوان، مش كده كامل؟ تمام يا فندم، 850 كيلو. هذه قطر تاني. هل ده لما انا اروح الصعيد بعد ما يعني بعمله للميل، يعني بعمله لاهلي واهلي في اللي في مصر اللي نسبه كبيره جدا منهم على الخط ده هيركبوه بدل ما يبيت في القطر ولا كلام من هذا القبيل؟ طب انا القديم اغفلته؟ ما اغفلتوش، رفعت كفاءته وطورته وجبت له جديد وبعمل خط كمان عشان اللي احنا بنعمله. احنا بنعمل دوله ان شاء الله جديده يعني، فيبقى القطر ده ياخد كم ساعه؟ 4 ساعات ان شاء الله يا فندم. اسكندريه بالظبط يا فندم كده، من اكتوبر لاسوان 4 ساعات. اي فندم مش كده؟ تمام يا فندم. طيب طب حد يقول لي يا فندم انت يعني، طب ده كامل؟ لو سمحت، ده كامل. حد يقول لي طب انت التكلفه الماليه وانتوا بتعملوا ايه؟ يا جماعه ده احنا ما فيش اجراء مالي الا ما ده في لجنه عليا في مجلس الوزراء بتناقش كل قرض ممكن ناخده، يعني ما فيش حاجه بتتعمل كده. ثم كمان في كل الكلام دوت في برلمان بيراقبها وبيشوف احنا بنعمل ايه، والكلام ده يساوي ايه في معدل او في معدلات النمو بتاعتنا والناتج المحلي بتاع الدولة. يعني ما نقدرش ان احنا نتجاوز طب حاجة تانية، انا ما لقيش الاقي فرصة كويسة ما استفدش منها. طب هقول لكم بقى، انا بتكلم على السكة الحديد لسه، بتكلم على السكة الحديد لسه، كان المشروع ولا ما اقولش الكلام ده كامل؟ كامل ولا ما اقولوش؟ لا مهم يا فندم. لا صحيح، لا والله مهم يا فندم عشان الناس تعرف. طيب المشروع بتاع السخنة الاسكندرية والعالمين او تقدمه من غير ما اقول اسماء لكن حول ارقام، رقم ب 19.5 مليار دولار ورقم ب 10 مليار دولار، صح كده يا كامل؟ تمام يا فندم. وجي قال لي الفريق كامل يا فندم احنا عندنا تحالفين هيعملوا المشروع بتاع السخنة العالم العاصمة اكتوبر العالمين واسكندرية، حد قال 19 وحد قال 10، ده كلام دي من اقساط مش كده كامل ولا ايه؟ تمام يا فن. فبيقول لي، قلت له اكمل لا طبعا مش هعمله، مش هعمله بالثمن ده، مش هعمله على الاطلاق. قلت له لا، الموضوع ده احنا ندفع في الرقم الفلاني، صح؟ صح يا كامل؟ تمام يا فندم. لا صحيح، واللي قلناه الرقم يا دكتور مصطفى مش كده؟ الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا حققه، ولا حتى ده انا بتكلم على خط ايه 450 كيلو بس، احنا كنا بنتكلم الرقم ده على 450 كيلو بس، ما هو سكة بقى حديثة وميكنة حديثة جدا وعربيات كهرباء حديثة قوي، يعني موضوع على بعضه نقلة تانية في مجال النقل، نقلة تانية في مجال النقل. احنا بنتكلم 2000 كيلو بقى اللي الدكتور مصطفى بيقول عليهم، يعني احنا كنا بنتكلم في 10 لصالح 450 كيلو، طب احنا بنتكلم في 2000 كيلو في كام؟ انا قلت 350 مليار يا كامل. لا سيادتك، على فكره فن من 350 مليار ده باسعارنا الجديده اللي سيادتك الحمد لله ربنا وفقنا فيها بشركاتنا المصريه والشركات الاجنبيه اللي بتعمل جزء صغير منها. الكلام اللي احنا قلناه في الموضوع دوت ايه؟ قلنا ان احنا هنعمل كل ما هو ممكن نعمله كشركات ومقاولات مصريه تشتغل فيه. السكة اللي بتتعمل، المحطات اللي بتتبني، الفلنكات اللي بتتحط، ويتبقى اللي المتبقي مش قليل، لكن احنا بفضل الله قدرنا نعمل جزء كبير من المشروع بواسطة شركتنا. يعني النهاردة في شركات في مصر كتير، مش عايز اطول عليكم يعني بصراحة، شركات في مصر كتير نمت وكبرت من الشغل اللي احنا
عملناها خلال الست سبع سنين اللي فاتوا، ولسه احنا شغالين، ولسه احنا شغالين. المهم انا عايز اقول عشان بس موضوع الخطوط السكك الحديد اللي احنا بنتكلم عليها ده مش طرف، ده هدف، هدف كبير. اسمعوا، الدول بتقاس بمقياس اسمه او مقاييس اسمها قوى الدولة الشاملة. قوى الدولة الشاملة بيقولوا السكان وحجم الارض وشوية حاجات اخرى كده، وقوات مسلحة ومش عارفين. بس من ضمن الكلام اللي البنية الاساسية بتاعت الدولة، لما يتقال البنية الاساسية بتاعت الدولة ديت، واحنا مش عاملينها عشان يقولوا علينا حلوين يعني، يعني احنا مش عاملينها عشان يقولوا شاطرين، لا، احنا بنعمل لاهلنا لناسنا لبلدنا، مش عشان الناس تقول احنا دخلنا في المستوى ده ولا المستوى ده، لا، عشان برضو الناس تبقى يعني وصل لها الفكرة. طب وانا بسمع برضو يقول لك طب فين التعليم؟ لا، ما احنا ما سيبناش حاجة، احنا مش سايبين حاجة، لا تعليم عام ولا تعليم جامعي، سايبينه، احنا شغالين في كل حاجة. طب وانتوا بتسألوني ايه والتعليم؟ انا اقول لكم ايه، طب اخبار تحديد الناس ليه؟ ها، اطالبكم وتطلبوني مش كده؟ ولا انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه وتقولوا لي خلص؟ لا، زي ما انتوا بتقولوا طب اخبار التعليم ايه، احنا بنبذل، لان احنا قلنا بنشتغل بشكل متوازن مع كل قضايانا، مع كل مشاكلنا، مع كل اهدافنا. ما نقدرش نسيب قطاع ونقول ايه القطاع ده نركز فيه بس لوحده. بالمناسبه انتوا مش هتستحملوا كده، يعني لو اتقال النهارده ركز على التعليم بس وسيب بقيه القطاعات زي ما كان كتير بيتقال الكلام ده في بدايه الفتره بتاعتنا، ده كلام مين؟ الناس عايزه تعيش، الناس عايزه تاكل وتشتغل، فتقول له لا طب هنصرف كل مواردنا على التعليم بس، ده كلام يعني ممكن يمكن ينجح في حته تانية لكن في مصر ما ينجحش في تقديري يعني. فاحنا شغالين في كل القطاعات، لكن زي ما اقول كده، لو انت طالبتني بكل شيء انا هطالبك بشيء واحد بس، اقول لك لو سمحت، لو سمحت، النمو السكاني اخباره ايه؟ يعني انا بقوله دلوقتي عشان اضايقكم يعني ولا حاجه؟ لا والله، ده موضوع احنا لازم نهتم بيه كلنا على مستوى الدوله، قطاعات حكومه وقطاعات مدنيه واهل الدين والاعلام وكلام من هذا القبيل، دي قضيه كبيره برضو، دي قضيه كبيره مش محسساكم ابدا بكل الجهد. المفروض ما اقولش كده عشان ما يصحش، والله العظيم بكل الجهد الجبار والانجازات اللي ربنا سبحانه وتعالى موفقنا فيها، مش قادرين نوصل لكم احساس حقيقي، مش بالعمل. المنتهى الاحساس الحقيقي ايه؟ الفلوس اللي هتخش، اللي هتدخل جيبك انت بتقول، مش كده يا دكتور؟ ما انا برضو عايز اعمل كده، ما انا برضو عايز ان انا اخلي ارفع من مستوى المواطنين، كل المواطنين. بس دايما دايما النمو السكاني الزيادة صدقوني مش هيدينا الفرصة ديت. ولما كان دولة رئيس من في اللقاء اللي فات وجبنا نمو وتطور الدولة المصرية خلال 150 سنة اللي فاتوا، كان الهدف منهم انك انت تبقى شايف ان المعدلات ما بتزيدش، معدلات التحسن لا بتتناقص. طب بتتناقص ليه؟ لان في معدل تاني طالع ما بيقفش ومش متوازن، اللي هو كان عندك 4 مليون مواطن وكان عندك 4 مليون فدان، يبقى كل مواطن يخدمه فدان. النهارده انت عندك 100 مليون مواطن، عندك 100 مليون فدان؟ لا، فهتبص تلاقي ده يتأثر بيه شكل وغنى الدولة وشكل وغنى الناس يعني اسعار المواد الغذائيه اللي بنتكلم عليها. انت بتتكلم على 8 9 مليون فدان، 10 مليون فدان، حتى ال 10 مليون يعني بدل ما كنا بنقول فدان لكل مواطن هنقول 10 مواطن لكل فدان، يعني 10. مش عايز اطول كتير اكتر من كده، لكن عايز اقول ان انتم اللي انتم تطمنوا ليه ان شاء الله، واحنا بنتعامل معاكم بشفافيه، انا بكلم كل المصريين، احنا بنعرض عليكم كل شيء، وافتتاحاتنا بتبقى فرصة ان احنا نتكلم ونقدم الانجازات اللي بتتعمل من باب
ان انتم تبقوا معانا فيها. كل الناس بتبقى حاضره وشايفه وكلام من هذا القبيل. حد مثال اخير للمشروع اللي هيتفتح النهارده او يعني مشروع القرى ال 1500 قريه عشان اختم كلامي ونبقى نتكلم في المزارع دي في الـ في الـ في اللقاء الثاني. انا بقول كل الناس مدعوه، التنفيذيين اللي موجودين داخل المحافظه والمركز مدعوين. لو النهارده كل يعني انا عارف ان انتوا قسمتوا من ال 50 24 هيئه المجتمعات يا دكتور و26 لا الهندسيه هاب يبقى كل محمد كل قاده الجيوش والمناطق وقاده الفرق والشعب الهندسيه اللي موجوده داخل هذه المراكز مسؤوله معانا. ليه مسؤوله معانا؟ بس انا عايز ان احنا فعلا نصور زي ما كنا بنورد الترعه اللي هي كانت شايفينها ولما بطلناها بقت كده بقت حاجه تانية. بس ممكن برضو الترعه اللي بتبطل دي ممكن يترمي فيها مخلفات لو ما خدناش بالنا، لو ما خدناش بالنا واحنا كحكومه ومواطنين حافظنا على اللي احنا بنعمله هيترمي فيها مخلفات تاني. ما ينفعش. احنا عملنا ده لاسباب كتير منها برضو ان هي ما تبقاش يعني مكان لإلقاء المخلفات. يعني ان شاء الله احنا موضوع ال 1500 قرية او ال 4500 قرية هو الهدف منهم انهم اللي احنا بنقول عليهم في خلال 3 سنين نكون خلصناهم بشكل كلنا يبقى انا بفضل الله سبحانه وتعالى او احنا حلينا المسألة بتاعت الريف في مصر. ويبقى ان طب انا هعمل ايه في اي تعدي اخر بعد ما نحل المسألة. احنا الدكتور الف قال 1500 قرية بس معهم 11000 مش كده يا فندم؟ 11000 تابع. 11000 تابع يعني ايه؟ ارجو من فضلكم ان انتم يعني وانتم بتسمعوني سواء كنتوا في المدينة او في العاصمة او في الريف من فضلك انتبه اللي انا بقوله. انا قلت 1500 قرية لا ده معهم 11000 تابع. يعني ايه تابع بقى؟ يعني 20 بيت هنا 25 بيت هنا 50 بيت هنا. طب ده وانا النهارده الكلام ده كان متخطط ومترتب كنت انا هبقى عندي مشكله في ان انا اشوف حلول للتوابع ديت هتبقى معموله ازاي؟ كانت شبكه الصرف هتبقى شبكه موحده ليهم كلهم، لكن انا يمكن في التوابع دي هيبقى ليها حلول اخرى ولا انا مش واخد بالي؟ مش كده؟ هيبقى ليها حلول اخرى. مش هقدر اعمل لك اوصل لك شبكه الصرف لغايه عندك لانك انت عملت زي ما انت عايز، لكن هنحاول نحل المساله بقدر الامكان. انا بقول ان احنا في خلال 3 سنين انا قلت لازم ناخد خط على الريف. خط يعني ايه؟ الناس تفهم غلط. خط يعني نحل مسائل الريف كلها مره واحده. في كهرباء ممدوده فوق بيت او بيوت، البيوت اتعملت غلط معلش هنشيل خط الكهرباء ده ونعمله هنعمله يعني ارضي. مش كده يا دكتور شاكر؟ مش كده؟ تحسين كفاءه شبكه الكهرباء في الريف. مش كده؟ مش كده يا فندم؟ عشان بس ما نقول كلام ما نتحاسب عليه قدام. اتفضل. يعني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله عاملين اجتماع مع دكتور عاصم الجزار والست الوهاب عشان بنتابع فيه الاعداد بتاعه المحولات والكابلات وكل حاجه بالتفصيل والاسعار بتاعتها كمان ان شاء الله. طيب شكرا. انا متشكر يا دكتور شاكر. انا اقصد اقول بس انت النهارده ما جيتش قلت بقى طب اللي بنى تحت الخط الكهرباء اللي المفروض ما يتبنيش تحتي ماليش دعوه بيه. ما قلتش كده. قلت هشيل الخط من فوقه واعمله خط ارضي. دي فلوس تكاليف. طب واحد باني مش يعني ظروفه صعبه والبيت بتاعه مش عارف ايه حاضر. ويمكن في كلمه انا ما طرحتهاش مع دولة الرئيس. قلت له هل الفراغات اللي جوه القرية يعني لقيت حت مثلا 10-15 حتة أرض في القرية ديت هل هيبقى مقبول إن احنا نبنيهم عشان
نبقى بالمرة خلصنا ونشوف هنتحاسب مع أهلهم زي يا دكتور يعني كده يعني. فاللي أنا أقوله بقوله تاني من فضلكم إيدينا كلكم إيدينا كلنا مع بعض، إحنا الحكومة إحنا الشعب إحنا المجتمع المدني إحنا كل المسؤولين حتى الشرطة المدنية. أنت عندك فرصة مأمور الإسم يعرف أكتر مننا جوه القرية ديت، يبقى موجود معانا سيد وزير الداخلية. إحنا كل اللي موجود إيده معانا ويحشد الطاقات، ويبقى لكل مركز أو لكل قرية شبابها يبقى واقف معانا وإحنا بنعمل حاجتهم وإحنا بنعمل مع بعض الحاجة بتاعتهم. تفضل استريح. الحاجة بتاعتهم اللي هي في القرية ديت إن شاء الله ننطلق. إحنا أعلننا النهاردة زي ما الدكتور مصطفى قال إحنا هنبدأ المركزين، مش كده؟ مش كده؟ مش كده؟ الشهر ده هنبدأ المركزين، لكن إحنا شهر ده يعني يناير، لكن إحنا في الإطلاق المشروع كله بالكتير على الشهر الجاي، بالكتير على الشهر الجاي هلاقي الهيئة الهندسية وهيئة المجتمعات حجم معدات طالع متنظم مترتب بشكل واضح جدا بمعداتنا، كل مركز هيخش له ايه عشان يعمل الحاجة بتاعته. واتمنى ان المنافسة ما بين هيئة المجتمعات او وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات ومتمثلة في وزارة الاسكان وبين الهيئة الهندسية اشوف 26 مركز يأهاب زي الكتاب ما بيقول، والدكتور مصطفى هو اللي حيبقى مسؤول عن 24 مركز التانيين. بس مبروك والحمد لله، وربنا سبحانه وتعالى يسهل لنا كل الامور بيكم وبجهدكم وبتحملكم معانا، ان شاء الله نحقق حاجات جميلة في هذا المجال. مش هقول برضو ان احنا نخلي بالنا، برضو احنا من الدول اللي كتير من العالم بينظر لنا في موضوع الكورونا بندهش، مش كده؟ ما تندهشوش، كلها جنود لله سبحانه وتعالى، وربنا يجعلنا يعني لا يسلط علينا جنوده، يعني ربنا لا يسلط علينا جنود، اللهم آمين. شكرا جزيلا.